عفوا ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا سند هذا الخبر فيه عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة يروي الحديث عن عائشة وهو لم يسمع منها. كنت سأل بعض العلماء في هذا، قالوا لأنه في فضائل الأعمال، وإلا فالتحذير أن السند فيه انقطاع،